السلام عليكم متابعي ومشاهدي قناة علم الكل، نرحب بكم أصدقائي مجددا في هذا الدرس، والذي من خلاله إن شاء الله سنتعرف على هذه الأداة الرائعة التي ستمكنك صديقي من تكبير شاشة هاتفك، أي أنها ستمكنك من عرض محتوى هاتفك بشكل أكبر، ويمكنك مشاهدة أي شيء من هاتفك سواء كان مباريات كرة قدم أو أفلام أو برامج على هذه الأداة بطبيعة الحال في أي مكان بالعالم، أي أنه يمكنك حمل هذه الأداة معك في حقيبتك عند السفر، أو يمكنها حملها معك في يدك والتوجه إلى أي مكان شئت، ومن خلالها يمكنك أن تشاهد أي شيء كما قلنا سابقا. ولمن أراد أصدقائي شراء هذه القطعة التي سوف نتعرف عليها بعد قليل، سوف أضع لكم رابط الشراء في مربع الوصف أسفل هذا الفيديو. لكن قبل ذلك، قبل التعرف على هذه القطعة، أدعوكم أولا بالاشتراك بقناتنا على اليوتيوب بطبيعة الحال لمن لم يشترك بعد، ولا ينسى الضغط على زر الجرس من أجل التوصل بكل جديد. إذا أصدقائي، فكما تشاهدون أمامكم، يعني نجد بأن هذه الأداة تأتي بهذه القطعة الصغيرة، والتي سوف نكتشف دورها إن شاء الله مع بعض عندما نقوم عفوا عندما سنقوم بفتح هذه الأداة. بعد ذلك يأتي أيضا بهذا يعني كتيب التعليمات الذي سيرينا طريقة تركيب هذه الأداة أصدقائي، كما هو موضح هنا في هذا الكتيب الصغير. وأيضا نجد الأداة كما تشاهدون أصدقائي، فهي موبايل فون فيديو أون بلاي فير يور بورتابل هوم سينما. كما تشاهدون أصدقائي، هذه هي صورة الأداة هنا كما تظهر في هذه العلبة. والآن أصدقائي سنقوم بفتح هذه العلبة من أجل استخراج الأداة، ابقوا معنا. فكما تشاهدون أصدقائي، هذه هي الأداة الرائعة. فإذا ما لاحظنا جيدا، سنجد بأنها مصنوعة من الخشب وتفتح بهذا الشكل كما تشاهدون أصدقائي، بهذا الشكل. فكما تشاهدون أصدقائي، هنا نجد هذه الزجاجة، وهي عبارة عن عدسة مكبرة تقوم بتكبير محتوى الهاتف، ويظهر يعني كبير في هذا المكان، ونحن نقوم بمشاهدة المحتوى بشكل أكبر. وهنا نجد هذه التجويفات، من خلالها يمكننا أن نقوم بطي هذه القطعة بهذا الشكل، ثم يمكننا وضع الهاتف هنا من أجل إظهار المحتوى في هذه الزجاجة، أو يمكننا يعني العمل الكثير والكثير من الخيارات، على سبيل المثال بهذا الشكل أو بهذا الشكل أصدقائي. المهم، يوجد الكثير من الاستعمالات لهذه القطعة. والآن أصدقائي، نأتي إلى طريقة أو عملية تركيب هذه القطعة. أولا نأتي بهذه القطعة أصدقائي الصغيرة، ثم نقوم بعمل فجوة صغيرة بهذا الشكل كما تظهر أمامكم في الكاميرا، ثم بعد ذلك نأتي إلى هذا المكان، ثم نقوم بإدخال هذه القطعة بهذا الشكل أصدقائي كما يظهر أمامكم في الشاشة بهذا الشكل، ثم بعد ذلك نقوم بطي هذه الزجاجة على هذا الشكل إلى أن تلتصق كما تشاهدون أمامكم، ثم بعد ذلك نأتي إلى هذا الجزء، ثم نقوم بطيه بهذا الشكل بحيث أنه سيكون على هذا الشكل، أو بحيث أنه سيكون على هذا الشكل، فلكم حرية الاختيار أصدقائي في عملية تركيب هذه الأداة. المهم، أنا أفضل هذه الطريقة، لأنه عندما سنقوم بوضع الهاتف بهذا الشكل، ستكون مقاسات إظهار شاشة الهاتف في الزجاجة وكذلك وضعية الهاتف بالشكل الصحيح. فكما شاهدتم أصدقائي أمامكم، فهذه هي طريقة تركيب أو طريقة إعداد هذه القطعة. والآن ننتقل مباشرة لإظهار محتوى الهاتف على هذه الزجاجة، وكذلك تكبير شاشة الهاتف لنرى جودة هذه القطعة، ابقوا معنا. نقوم أصدقائي بتعديل هذه القطعة بحيث أنها تأتي يعني بشكل مناسب لعدسة الكاميرا،
بحيث أنه عندما سنقوم بوضع الهاتف سيظهر المحتوى بشكل أكبر وأنتم ستشاهدونه من خلال عدسة الكاميرا، عكس الذين سيشاهدونه مباشرة من خلال العين المجردة. بعد ذلك أصدقائي نأتي إلى الهاتف ثم نقوم باختيار على سبيل المثال فيديو معين، فأنا سوف أختار هذا الفيديو على سبيل المثال. بعد ذلك نتجه إلى القطعة ثم نقوم بإدخال الهاتف بهذا الشكل. فكما تشاهدون أمامكم أصدقائي بدأت شاشة الهاتف بالظهور بالشكل الذي نريده. فكما شاهدتم أصدقائي أمامكم في الشاشة، فكما نلاحظ بأن شاشة الهاتف تظهر بشكل أكبر. أنتم أصدقائي تشاهدونها كما قلنا يعني من خلال عدسة الكاميرا، يعني المشاهدة من خلال العين المجردة للإنسان فهي تبدو واضحة ورائعة جدا أصدقائي. المهم كخلاصة القول أقول بأن هذه القطعة هي رائعة جدا، فأنصح بشرائها لمن يريد أن يشاهد محتوى هاتفه يعني بشكل أكبر في أي مكان أراده يعني بالعالم، أنصحه بهذه الأداة. أما الآن أصدقائي أقول لكم بأننا يعني وصلنا إلى نهاية هذا الشرح البسيط، فإذا أعجبكم محتوى هذا الدرس لا تبخلوا علينا بمشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم ليستفيد الجميع، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس من أجل التوصل بكل جديد، وأيضا لا تنسوا أن تتابعونا في صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستغرام، وزوروا موقعنا الإلكتروني www.ilmalkul.com للمزيد من الدروس والأخبار. دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء وإلى درس قادم إن شاء الله.